اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. مطبخنا النهارده فيه شويه شقاوه، يعني الطواجن السجق البلدي. ولكن الاختلاف في ايه؟ لما نيجي نعرف السجق على نوع من انواع الخضار يفضل البطاطس او القلقاس، حاجه من الاثنين، لان القلقاس نفس مدرسه البطاطس. بس انا حابب البطاطس بالنشويات بتاعتها بتفاصيلها، الاطفال بيحبوها. معانا سجق بلد النهارده، هنعمل طاجن السجق البلدي بالبطاطس. لولو قواعده واصوله، البطاطس بتتحمر في الزيت، بعد كده بتنزل على السجق مع تشكيله من البصل والثوم وشويه البهارات الحلوين اللي بيخلوه بالمعنى الطاجن المصري الاصيل. معانا النهارده رز مصري برضو بالمناسبه، في طبق رز مشهور جدا في الريف المصري والصعيد المصري، انا بحبه من ايام زمان، من ايام الزمن الجميل، اللي هو الرز حبه وحبه. ايه حبه وحبه؟ ست الكل الام العظيمه بتاخد حفنه رز وتحمرها كانها بتحمر شعريه، وبعد كده تنزل بالسمنه البلدي وتخلط الرز المحمر ده برز عادي، يطلع الرز تاكل صوابعك وراه، ولكن بقدر الامكان تقللي الحبه المتحمره شويه علشان اللون ما يغلبش على الرز المصري. معانا النهارده من المطبخ الفرنسي واحنا قاعدين بنتابع شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، بنشرب احلى شوربه بصل بالبصل المصري الاصيل من المطبخ الفرنسي. لها قواعدها واصولها، ولكن اللي بيخليها طبعا جميله وطعمها مميز جدا البصل بتاعنا من خير ارضنا، بصلنا الاحمر او الابيض ايا كان، مع تفاصيلها جبنه موزاريلا ورقائق من التوست، بالتاكيد بتاخد الطعم والجنسيه الفرنسيه. مش عايز اطول على حضراتكم، بما ان احنا النهارده في فرنسا هنخلونا نشرب شوربه البصل في ايام الشتاء اللي احنا عارفينها دي، لطيفه وجميله. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن كالعادة طعم جديد وشكل جديد وكمان قيمة غذائية عالية جدا وكمان بأقل تكلفة. الصورة الحلوة بتتحدث عن نفسها. طيب تعالوا نشوفوا مع بعض مقادير طاجن السجق بالبطاطس. مقاديره على الشاشة. سجق بلدي كيلو، نص كيلو، كمية حسب رغبة أفراد الأسرة. تكتر السجق، تقليل السجق دي مدرستك، ولكن انا بلعب دور مهم جدا، بهتم بالبطاطس. بطاطس متقشره ومنقوعه في الماء علشان ما تسودش ولونها ما يتغيرش، والميه ما نحطش عليها ملح، لان وجود الملح مع البطاطس اللي بننقعها فيها او بنحفظها فيها بيهري الطبقه الخارجيه للبطاطس وبيخليها مايره مش لطيفه. اوعى تحطي ملح خالص الا هتحمريها. تحمر البطاطس بتحط مع الميه اللي بتنقعي فيها البطاطس شويه ملح. علل ولماذا؟ علشان تحمر معاك بسرعه من غير ما تشرب زيت. تعالوا شوف هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجه هبدا فيها البطاطس. معانا بلانشه كده حلوه، ونخلي البطاطس على ايد الشمال، تجعلنا من اهل اليمين، ونقطع البطاطس دي مكعبات. معانا زيت بيسخن حلو بالشكل ده كده. الله، في بطاطس بتبقى واخده لون حمار كده لطيف حلو، دي مفيش مشكله منها، خلي بالك. شفت التقطيعه دي؟ مهمه جدا على فكره. الاطفال اللي بيخشوا المطبخ والمبتدئين ممكن البطاطسيه دي وانت بتقطعيها ايدك تتعور. هعلمك حاجه دلوقتي واحنا شغالين مع بعض، تقدري تتحكمي في بطاطسيه بتقطعيها. يعني بتبقى سنه اولى مطبخ كده وبتبقى عايزه تخش المطبخ بقى ايه؟ تعمل زي الشيف. معانا بطاطسيه زي دي كده، فلازم لما تيجي تقطعيها بتلاقيها على الكاونتر او على البلانشه اللي بتقطعي فيها مش ثابته، ممكن تعور ايدك او فيها ميه، تقومي تعملي بالسكينه حته صغيره كده اهو، وتخليها كده بقت ثابته، تقدري تتحكمي فيها بصباعك اهو. نقطعها نصين، نجي عاملينها كده، ونقطعها بالشكل اللي احنا عايزينه بقى، شفت ازاي؟ هو ده اهو. حاجات صغيره ولكن بتفرق، بتخليك واقفه في المطبخ مأمنه ايه؟ على كل شغل. قطعناها بالشكل ده كده. وتقطيع البطاطس هنا مهم جدا على فكره عشان الطاجن ده يبقى شكله حلو. طالما انا بعمل حاجه سعرها قليل اهتم بتفاصيلها. الموضوع مش عشان اعمل مطبخ حلو او مطبخ جديد او طعم تاني اقعد اكلف واروح اشتري حاجات كتيره من اي ماركت. وصدقوني بجد اللي بيصرف كتير على اكله الاكله ما بتطلعش مظبوطه. دي قاعده انا عارفها من زمان. البساطة بتدينا صورة حلوة وطعم جديد وشكل جديد في كل حاجة.
حتى لما يجي واحد يقول لك ايه رايك في دي، يقول لك والله بسيطه وحلوه شكلها حلو. الله، الميزه ان هي بسيطه وحلوه وشكلها حلو، دي دايما كلمه بنسمعها في البساطه والسهوله. اه البطاطس الصغيره دي على فكره جميله، انا بحبها لما تتشوي مع روزماري كده وتخش الفرن تبقى حلوه. اه قطعت البطاطس كده، باخدها صفيتها من الميه، ببدا احمرها في زيت شديد الحراره. حلو قوي، تمام. هننزل بقى كده في قلب الزيت. اه نعم يا غالي، والله وحشتني اسئلتك كتير والله. بقول لي ايه اللي انت حطيته اخضر ده مع البطاطس؟ قول لي ايه هو. طيب ده روزماري، هو ده الكلام. ليه حطيته مع البطاطس؟ لان احنا كان عندنا امبارح وقفه في المطبخ، وللامانه كنا بنحمر سمك في الزيت، فانا عايز افصل الطعم بتاع السمك او ريحه السمك من الزيت. بحط ايه يا عم الشيف؟ يا اما بقدونس، يا اما روزماري، يا اما زعتر في قلب الزيت. كده انا فصلت الطعم واقدر استخدم الزيت بتاعي اكتر من مره، ولكن بطريقه صحيه بدون ما يقطع معايا. يعني ايه يقطع يا عم الشيف؟ والاسئله دي بنسالها على السوشيال ميديا. الزيت له طريقه وله قوام في القطعيه، مهم جدا لازم نعرفه. خلونا مع بعض كده واحنا شغالين، بما ان جات السيره نبص كده. اساتذه المصورين زيكو، الحمد لله على السلامه. اهو الزيت معايا، لو انا رفعته كده قطع مني، نصيحه مني ما تحمريش فيه حاجه. اه لو هتحمرها حتى يعني ليه بقى قطع؟ قطع كده هيبقى له مشاكل صحيه كتيره احنا في غنى عنها، ربنا يحفظنا ويحمينا يا رب كل السامعين واللي هيسمعونا. اه يقطع يعني ينزل مقطع. شفت الزيت نازل ازاي؟ اه لازق. اه هو اهو لغايه لما اوصل فوق. اه خالص السقف. اه شفت اهو. اه حلو الكلام. طب قطع ازاي؟ بتلاقيه نازل مكلكع كده ومقطع، اعرف ان الزيت هنا ما ينفعش ان انا احمر فيه. اه وطب وليه يقطع من ايه يا عم الشيف؟ والمشكله دي بتيجي منين؟ منك بتسخن الزيت جامد جدا وقت كبير بدون ما تحمري فيه حاجه، يعني بتعرض لدرجه حراره عاليه جدا بدون تحمير، ودي مشكله خلي بالك. هنبدا نشتغل مع الطاجن بتاعنا. بصلايا ناعمه، اللهم صل على النبي، معاها فص ثوم حلو. انا بعمل دلوقتي الخلطه بتاعت السجق، معانا زبده بالشكل ده كده، ونحمرهم حلو كده. انا بحب السبايسي، الفلفل الحار باخده كده زي ما هو، بالسطور بالسكينه بقطعه. الله هو ده. نعم عينيا نكتر لك الفلفل. الكبده والسجق من الحاجات اللي الفلفل الحار لازم يكون معاها. كبده اسكندراني، كبده محمره، كبده مشويه، اذا ما فيش فلفل حار ما بيبقاش فيها طعم. اخبار البطاطس ايه؟ زي الفل. البصلية بتاعتي تتحمر تاخد لون. نعم يا غالي اشيلها، اللي مضايقك اشيله. مهم جدا وانت شغاله يكون معاكي ميه بتغلى على النار، مش لازم شوربه، بس الميه لما تكون بتغلى على النار بتنجزك. البصلية دي عايزه تاخد لون كده بالشكل ده كده. ننزل بالفلفل الملون ده. الله هو ده. ناخد السجق البلدي بتاعنا. شوف حته السجق دي يا ابو خرجنا، شوف الجمال، شفت بتلمع ازاي؟ اه من عند جزار حبيبنا، هنقطعه مع بعض. واقول لك على تركايه حلوه دلوقتي هتدعي لي. البعض بيجي يستخدم السجق وهو بيحمره في قلب الزيت، بنتفاجئ بان السجق اتقطع وبقى لحمه مفرومه. ده مش كويس، لازم تحافظ على شكل السجق حتى لو حطيناه في طاجن بالشكل ده كده. شفت التقطيع دي مطلوبه اهو، والسكينه تكون حاميه اهو. نعم يا غالي، والله انا مش عايز احط السجق سليم في قلب الطاجن عشان الناس كلها تاكل. لو سليم عندنا حماده بيحب السجق هيجي واخد له الايه خمس ست حبات واخواته ما ياكلوش. اه ده اللي بقوله ده بيحصل. اه اصبح السجق عدي زي الفل. هقول لك على الطريقه دلوقتي اللي تخلي لك السجق ده واخد شكله الطبيعي زي ما هو كده بنفس الشكل. بصليه على النار، تحميره الحلوه بالشكل ده كده اهو.
اهم حاجه ان انا احمر البصله حلو قوي بالشكل ده كده اه، واتاكد ان هي اتحمرت وخدت لون. ناخد السجق الحلو ده يا عم الشيف، اللهم صل على النبي، زي ما هو. اوعي تضربي فيه المعلقه ولا الشوكه ولا السكينه ولا الزبتيولا اللي بقلب بيها، زي ما هو كده هنهزه. ركزي معايا عشان هي تيجي تركايه اه اللي عايزين نطلع منها من الشيف المغازي، زي ما هو كده مش هنيجي جنبه خالص. ومعايا غطا الحله، ركزي بقى في اللي جاي عشان ربنا يكرمنا. اه بص ازاي هعمل اه شويه الميه دول هنا في جنب كده، شويه الميه دول هنا في جنب ده، واغطيها وهنتفرج عليه دلوقتي. حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنجيب بلانشه تانيه عشان اشتغل في شوربه البصل الفرنسيه مع بعض. يا نعم، شوربه البصل الفرنسيه مقاديرها على الشاشه: بصل، جبنه موزاريلا، توست او شرايح من الخبز ايا كان. ما لقيتيش توست هتجيبي خبز فينو، حسب الرغبه اقول لك ازاي تعمليها من المطبخ الفرنسي وتعمليها احسن واجمل واطعم من الفرنسويين. مش علشان حاجه والله العظيم، ومش عشان نجامل، رقم واحد البصل بتاعنا البصل المصري من خير أرضنا، مفيش منافس له، دي رقم واحد. رقم اتنين، الشيف اللي هيعملها لف العالم كله وهيعمل لك شوربة البصل كأنك رحت على باريس وشفت برج إيفل وشربت شوربة البصل دي هناك، خلي بالك. ولكن الفرق بيننا وبينهم طبيعي إن في أي مطعم بيعمل شو، بيجيب العجينة اللي هي عبارة عن دي، رشة ملح، معلقة سكر، مية دافية من غير خميرة، تتعجن العجينة ونعملها زي خبزة كده مدورة، وسيبها مرحلة تخمير طويلة مع بيكنج باودر عشان تنفش، وتتحط تخمير لمدة ساعتين ثلاثة، قولي وقتك زي ما انت عايز، وتخش الفرن تستوي. وبعد ما بتستوي كويس بنسيبها لما تبرد ونقطعها من فوق كده ونفرغ القلب بتاعها ونغرف فيها الشرب، يعني من الاخر بتبقى بولة شرب. هي شكلها والبرزنتيشن والشكل حلو، والفرنسيين بيحبوا يقدموها كده، وبياكلوا الخبزة بعد ما بتاكل الشوربة. ولكن انت ممكن تقدميها في بايركس في بولة شوربة عادية يسمح دخولها في الفرن عادي. عايزة تعملي العجينة دي بتاخد وقت شوية، وعايزة فرن تخمير ساعتين ثلاثة وغلبة، ايه رأيك؟ نعملها كده ولا كده؟ في مرة من المرات ومن حلقة من الحلقات ان شاء الله هنعمل لكم الخبزة الفرنسية اللي بتتغرف فيها الشوربة، عيش عادي اللي بتخبزيه في الفرن، ولكن يتخمر مرحلة تخمير عالية جدا ساعتين، وبعدين بنخبزها في قلب الفرن ونطحها من فوق او نقطشها بالسكينة، وفي الاخر نفرغها اللبابة اللي جوه ونحط الشوربة فيها. يا نعم، ناخد فاصل يلا بينا. بس قبل الفاصل ربنا وعدكم بزيارة النبي ان شاء الله، قولوا امين. خلينا نبص على السجق ازاي تحافظ عليه وعلى شخصيته وعلى قوامه بالتقطيع للشيف المغازي، قطعها بالتركية الحلوة دي يا عم زيكو. اه قلبيه دلوقتي بقلب جامد، انسي تحط معاه بطاطس، تحط معاه قلقاس، تحط معاه خضار، هو خد الشخصية. ليه يا عم الشيف؟ لأن حطيت عليه شيء إشاء مية بيغلي وغطيته، فهنا حتة اللحمة والسجق خد شكله الطبيعي. بص لنا عليك أهو ده أهو أهو. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. بظبط النار بتاعتي لأن عايز أعمل شوربة البصل، للأمانة طعمها لما نعزم ضيوفنا وخاصة اللي هم غاويين سفر بقى، يقول لك والله سافرت البلد الفلانية شربت شوربة بصل حكاية. تعالوا مع بعض نعمل شوربة البصل بطريقة بسيطة وسهلة. بصل أحمر أو أبيض، يفضل الأبيض لو موجود، لو الأحمر مش هيقول لا. ومعانا خبز فينو أو توست عادي، وجبنة موزاريلا، وفص من التوم، وخلي بلسمك، ودبس رمان، وخلص الكلام. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض إزاي. المقادير على الشاشة بسيطة وسهلة. نبدأ نشتغل في الشوربة لأن هي عايزة شوية شغل مع بعض. نبدأ الأول، أول حاجة تقطيع البصل شرايح. آه البصل الحلو ده كده، اللهم صل على النبي، شوربة البصل من المطبخ الفرنسي. هناخد البصل يتقطع بالشكل ده كده شرايح رفيعة جدا، وهعلمك إزاي تعمليها بطريقة سهلة وبسيطة. الشوربة دي أنا بحبها جدا على فكرة، في الشتاء بالذات زيها زي شوربة العدس، وتفوق شوربة العدس كمان اهو. والله اضافة الجبنة الموزاريلا او الشيدر اختياري، بس لازم يا موزاريلا يا شيدر. قطعنا البصل بالشكل ده كده، معايا طاسة شديدة الحرارة على النار. هاخد البصل ده يا عم الشيف بشياكة
الله، واحطه في البوله دي بالشكل ده كده. ركزي بقى عشان التركيه اللي جايه دي زي الفل. وعندي دي بناخد معلقه من الدقيق بالشكل ده كده، كمان شويه. حلو، وخلص الكلام. ونحط عليهم فص ثوم، الله، معايا روزماري. سهله خالص، واعمليها بطريقه، اسمعي كلامي بس عشان اللي بيخترعوا كتير. المطبخ فيه اكلات ما ينفعش ان احنا نقلف فيها، لازم تاخد الطعم زي ما انا شغال. ده روزماري بحطه هنا كده. معايا طاسه بتتحمر على النار او بتسخن جامد، هنقلب الخليط الحلو ده كده، البصل مع الروزماري مع الدقيق من غير اي توابل. بالشكل ده كده، شفت البصل اتغير لونه ازاي؟ وهعمل ايه يا عم الشيف؟ هجيب زبده واجيب شويه زيت، تاخد البصل بتاعنا على النار الشديدة الحلوة دي كده، نخلي ده هنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط هنا ده كده معلقتين من الزيت، مكعبين من الزبدة. الشيف المغازي علمنا الزبدة بتساعد على احمرار البصل سريعا. هننزل بالبصل ده هنا كده، يلا بينا يلا بينا يلا، هو ده، الله، ونسيبه يتحمر البصل مع التقليب الجيد. السجق بيستوي، شفت ازاي انا شغال؟ ونسيب ده على النار، ما تستعجليش عليه، وعمرها ما هتتحرق منك ولا طعمها هيمرر منك، لان انا مأمن عليها، مأمن عليها بشويه دقيق. هناخد البطاطس بتاعتنا الحلوه، يلا بينا طاجن السجق، يلا نقفله مع بقى. هو ده، حلو، نقلب الحلويات دي مع بعضيها. الله، لا اقلب بقلب جامد، اذا لقيت حبايه سجق فتحت او قالت بم زي ما بيقولوا انسى، تقطعت هي هي اهو، والبطاطس نازله عليها محمره واخده اللون البرونزي الجميل الحلو. كل القصه هحط شويه شوربه، الله، حلو. القوام هيجي لنا طبعا من الايه، النشويات بتاعه البطاطس. خليها على النار كده، عندنا طاجن حلو زي ده كده، اللهم صل على النبي. يلا بينا نشوف الطاجن، هو ده. ايه الاخبار عشان ندخله الفرن ونخلص منه؟ طاجن البطاطس بالسجق. البهارات هنا بقى تحط في الاعتبار ان السجق فيه بهارات، فاحنا عايزين نعمل شويه توابل حلوين كده. ده فلفل اسود، الملح بتاعنا، كنترول على الملح، شويه بهارات من الكاري. دي الصوره مفتوحه في التوابل، دي بابريكا، شويه كركم حلوين، أنا بحب الكمون. نقلب كل ده مع بعضه، الله، دي عدلها الرز اللي هعمله دلوقتي، حبة وحبة. ناخد ده على فين؟ يلا بينا يلا بينا، هو ده. اللهم صل على النبي، تاكلي صوابعك وراه. حط ده كده على الوش، والروزماري ده على الوش، جرنش. هندخله الفرن يا عم الشيف. بصراحة أنا لو قدام الطاجن ده هاكل البطاطس وأسيب السجق للأولاد يتهنوا بيها بألف هنا وشفا. للأمانة عايز أعمل جرنش كده، بما إن أنا مش حاطط طماطم كتير، هنحط الطماطم ده على الوش. عنوان الطواجن بتلاقي شوية طماطم بالشكل الحلو ده كده، خسرناش حاجة إحنا، مع عود الروزماري الحلو ده كده. جوزي بيحب الحار، تاخد الفلفل الحار ده كده على الوش برضو، اهو الشكل بايدك انتي، اهو جرنش. درجه حراره الفرن عندي 180، بسم الله الرحمن الرحيم. نأمن الفرن بتاعنا، هندخلها الفرن تاخد لون، واهم حاجه تتحط على الشبكه مش ارضيه الفرن. يلا بينا نشوف الطاجن الحلو اللي بيتكلم مصري بسجق بلدي، والبلدي يوكل يا عم فاروق. الصورة الحلوة من داخل الفرن، اللهم صل على النبي، والصورة تسبق الحديث. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ولكن قبل الفاصل عايز انوه على حاجة مهمة جدا. شوربة البصل من المطبخ الفرنسي، المذاق والطعم
في نوعية وجنسية البصل المصري اللطيف الحلو. تعالوا مع بعض نشوفها تفاصيلها بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع بصلاية شقية، معلقة دقيق، شوية حب، عود روزماري. الله على اللون الجمال. بتستنى على البصلاية تاخد لون شوية، تتحمر شوية، ده الطبيعي اهو، كأنك بتعملي رز صيادية. اقول لك على تركية حلوة هتدعي لي، صلي على الحبيب قلبك يطيب. هتعملي ايه؟ انت عارفة قشر البصل الأحمر؟ طبعا الفرنساويين مش بتوع الكلام ده، هم عايزين الحاجة السهلة. البصل بتاعنا هتاخدي قشر البصل الأحمر ده يتغسل، وبعد ما يتغسل صفيه كويس من المية، وهاتيه حمريه في معلقة زيت ومعلقة زبدة، وخليه يتحمر شوية وحط عليه مية، هيديكي لون جميل جدا. لو اجتمعت الدنيا كلها مش هتلاقي اللون ده غير في الوصفة اللي بقولها دي. مية البصل أو قشر البصل دي هتستخدميها في حاجات كتير قوي، بداية من رز الصيادية لغاية لما تعملي شوربة البصل الفرنسية اللي على النار. حلو الكلام؟ للأمانة اللون ده أنا حاطط معلقة معجون طماطم، ونحط دبس الرمان. الله، نحط شوية الملح، دي بريئة من الكمون، بريئة من الكزبرة. هنحط فلفل اسود، هنحط شوية بابريكا، نحط شوية زعتر، عند مية بتغلى على النار ننزل بقى كده. اللهم صل على النبي. اه زلزال، خلصت الشرب زي ما هي بقوامها ده كده. شفت الصورة الحلوة؟ الله. بعد الغلوة دي بعمل ايه يا عم الشيف؟ بخليها على النار كده. خلي بالك انا حاطط دقيق على البصل، فهنا هيدينا القوام اللي احنا شايفينه ده كده. نخليها تاخد غلوة. تعالي والبصلة بتستوي والشوربة بتستوي على النار، نشوف مقادير الرز اللي بيسموه في المطبخ المصري او المطبخ الريف المصري او الصعيد المصري، اللي بوجه له تحيه كبيره، حبه وحبه. بيتعمل ازاي يا شيف مغازي؟ مع ان انا هجتهد للامانه واعمله زي كل الامهات وزي كل حبايبنا اللي بيتابعونا، انتوا اشطر مني في عمايله، وانتوا اللي علمتونا بيتعمل ازاي. الست المصريه، الرز اللي هو حبه وحبه، معانا رز مصري، معانا يا عم الشيف معلقه سمنه بلدي حلوه، وحبهان ورق لورا، واهم حاجه في الموضوع يا استاذه رحاب، السمنه البلدي. من غير السمنه البلدي الرز اللي هو حبه وحبه لا طعم ولا رائحه ولا لون. خلي بالك انا بقول الصدق والصراحه. حلو، تعالوا ندخل الشوربه دي في الفرن. اه حلوه، نحطها هنا. اللهم صل على النبي. الشوربه جاهزه عشان عايز النار. ايه الاخبار؟ بص لي بقى على قوام الشوربه كده وادعي لي. هو ده اهو، شفت الشوربه؟ اهو ده شوربه البصل يا حلاوه. الف هنا وشفا. دي بس عايزه الخبزه او العيش اللي تتقدم فيها، وده يعني يعتبر شكل برزنتيشن حسب الرغبه اذا انتوا عايزينه. هناخد العيش الحلو ده كده، ده عيش فينو بصراحه. يفضل ايه يا شيفي؟ ممكن البعض بيحط توست، البعض بيحط عيش فينو، البعض بيحط مكعبات من الخبز بالشكل ده كده، وده اختياري. سكينه منشار، اي مخبوزات لازم تقطعها بسكينه مشرشره او منشار. اصل اقول منشار تروح تقولي لي المنشار بتاع النجار، انا ما اقول سكينه مشرشره حلوه يعني. مهضومه اقطعها كده. هناخد الخبز ده يا عم الشيف، نحط على وش الشوربة، مخلوط بزعتر وجبنة موزاريلا. لف بقى مطاعم العالم، لف أي مطبخ في الدنيا، مش هتلاقي شوربة البصل الفرنسية دي بنفس المدرسة دي والسهولة دي والبساطة دي. آه كفاية خبز كده، كفاية. آه هناخد العيش ده كده زي ما هو كده. شوف أنا هعمل إيه دلوقتي. معانا رشة زعتر حلوة. الله على العيش. ف
فص توم حلو. شفت بقى الشيف لما بيجود على العيش اهو زي ما انا شغال كده، هو ده الحاجات الحلوه اللي بعملها دي كده. معلقه دبس رمان حلوه على العيش اهي، شفت الجو اهو ده اه كده كده الطعم. ونقلبهم، يلا بينا يلا بينا. اه نعم يا غالي ينفع، بيقول لي ينفع بدل العيش نحط توست، ينفع. مفيش حاجه مع الشيف المغازي ما تنفعش. اه الله، شفت الحلاوه دي؟ ايه البهريز ده كده حلو. معانا موزاريلا. درجه حراره الفرن كام؟ 180. يلا بينا دخلها الفرن، لف العالم كله بقى وجيبي لي شوربه زي دي. اه اخبار الطاجن ايه؟ اللهم صل على النبي. اه الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا الطاجن الحلو اللي بيتكلم مصري، طاجن السجق بالبطاطس. الف هنا وشفا للي ياكل. اه دلعولي يا فاروق، ندخل شوربه البصل. وبالله عليك يوعدك بزياره النبي تفكرني بيها، لان دي عايزه في الفرن بالظبط دقيقتين. اه ما تزعلنيش. اه ايه ده، ايه الجمال ده؟ الصوره هتيجي من على الكاونتر ولا من الفرن؟ والصوره من داخل الفرن بتتكلم فرنسي ولكن بشقاوه مصريه. خلونا ناخد فاصل ولا هنكمل يا شباب؟ نكمل. طيب تعالوا شوف مع بعض الرز اللي هو حبه وحبه. انا قلت لحضراتكم اساسه السمنه البلدي، حلو الكلام. عايه طاسه حلوه اهو، سمنه بلدي. الله، ونحط في السمنه البلدي دي يا عم الشيف تاني. ركز بقى في الحته الحلوه اللي جايه دي كده، مكعب من الزبده بجد يا شيف. اه هي تركايه، حاجه لطيفه وسهله ولكن هتدعي لي. سمنه بلدي وزبده يا مغازي. اه طب ليه الزبده؟ حد يقول لي ليه حطيت زبده مع السمنه البلدي؟ لان معايا مخرج شاطر يقول لي التايم بتاعك قرب يخلص وانا عايز انجز، وانت وارد برضه تكوني مزنوقه في المطبخ زي كده وعايزه تعملي بسرعه الاكل، تبي تعملي ايه؟ معلقه الزبده مع السمنه البلدي او مع الزيت بتساعد على احمرار الشعريه او الرز بسرعه. اه ده ورق لورو وحبان قرن فلفل حلو كده رايح جاي. ناخد شويه الرز الحلوين دول كده، الله، ونقف ايه هسه ونقلبهم على النار. ما نستعجلش، نخلي ده هنا كده قدام عينينا. مش معايا من الاول، مش معايا من الاول. نقلب كده. اه انا عايز الرز ده يتحمر شويه بالشكل ده كده، ياخد لون زي الشعريه بالظبط. اه في السمنه البلدي والعود الروزماري والورق اللورو والحبهان. اه وعين علي هو ده وانا شغال. حلو الكلام، زي الفل. النار بس تظبط معانا تمام، وعنا ميه بتغلى على النار او شوربه، لو عندك شوربه فراخ او شوربه لحمه هنرحب بيها. ونروق الكاونتر بتاعنا عشان احنا خلصنا وزي الفل. والطبيعي لما بتكوني واقفه في المطبخ هعلمك حاجه هتدعي لي. وقفت في المطبخ، حطيت كل حاجه على النار، دخلت الاكل بتاعك في الفرن، الله عليك، دخلت كل حاجه في الفرن، مطلوب منك انك تقف في المطبخ فايقه ورايقه وشايفه وعينك على الرز وهو بيتحمر او على الشعريه وهي بتتحمر. وده مهم جدا على فكره علشان مطبخك يبقى رايق، والمفاجاه بقى تقعدي في وسط ولادك تستمتعي بعمايل ايدك، تقومي تسمعي الكلمه الطيبه، تسلم ايدك يا ماميتو، ربنا يخليك لينا يا ماما، وهكذا. انما تخيلي انت واقفه في المطبخ بتنظفي في المطبخ او بتروقي في المطبخ وهم قاعدين بيستمتعوا بالاكل عايزين يقولوا لك كلمة حلوة مش شايفينك على السفرة. فأنا أهو أنا واقف أهو، مخرجنا قال لي يا شيف إحنا خلصنا. أه خلصنا، بس ما وقفش بقى إيه؟ لا، حاطط إيدي في جنب خالص. البصلة الرز بيتحمر، عايز يشوف الشوربة جاهزة معايا، اللهم صل على النبي. شوربة البصل ابن حلال هو ده. مطلوب من الفرن هنا يسيح لك الجبنة بس، وتتقدم بالشكل ده كده بألف هنا وشفا. الله، شوربة البصل الفرنسية بتتكلم مصري لأنها معمولة ببصل من أرض طيبة. عدلها،
شويه البطاطس الحلوين، حلو، طبق سلطه ممكن تكون سيزر سلط، حلو، روز سلط اللي هي تشكيله من الخضار مخلوطه بالمايونيز والبيض. شفت الرز اللي بيتقلب بيتحمل هنا حبه وحبه؟ اهو استنى على حبات الرز لما تاخد لون الشعريه. انا على فكره طبق الرز ده بحبه جدا على فكره، ويا سلام لو معاه شويه بيض مسلوقين او بيض مدحرج، فكره عمل الكشري اللي هو عدس ورز حاجه كده زيه، يا سلام لو مع طبق الرز ده يا فاروق طبق سلطه خضراء ويكون فيها بصل اخضر. انا بتكلم على اكلات الريف المصري والصعيد المصري للامانه بيستمتع بيها، كله خير. تعالوا البصل الاخضر مع الجرجير مع الخس ونعمل طبق سلطه فيه كل الخضروات دي كده وشويه الرز الحلوين دول، بجد بجد والله العظيم مش مجامله، احلى غدوه خلي بالك، واحلى من الديك الرومي المتكتف على السفره اللي هو الرز اللي بيتعمل في سمنه بلدي وانا بحمر فيه كده مع السلطه الخضراء اللي هتعمليها من بين اصابع ايدك، فيها بصل اخضر وفيها جرجير وفيها طماطم وفيها خس بلدي والبلدي يوكل. الرز بيتحمر في حبهان وورق لورا وايوه وسمنه بلدي، حلو، بتضحك يا بلاح انا عارف، ها انزل بالرز، انزل بالرز، حلو، يلا نقلب دول مع بعض، ننزل بالميه بتاعتنا، اللهم صل على النبي، خلص الكلام. تعرفين ايه اللي حصل دلوقتي؟ بجد ايه اللي فزعني يعني؟ عايزين تعرفوا، ها؟ هو تغلط الغلطه اللي انا غلطت فيها دي. لما تحط ارض فلفل زي ده في النار وتحمريه، غزيه بالسكينه، اخرميه بالشوكه علشان يطلع الهواء اللي فيه لما يتعرض لدرجه حراره. المفروض انا اعمل كده، ما عملتش كده. في صراحه احسن من كده؟ في مصداقيه زي كده؟ للامانه بتحط فلفل سليم زي ده كده وبتقلبي زي ما انا بدات اقلب، بتغزيه بسكينه او بشوكه تقوم تطلعي الهواء اللي جواه، او وهو لما يتعرض لدرجه الحراره بيبقى فيه من داخله جوه هواء، فانت كده امن معاك زي الفل، مش هيفزعك الفزعه اللي انا اتفزعتها. حلو الكلام؟ الله ربنا يبارك لك يا شيف، كل حاجه بتقول لنا عليها. الرز اللي هو متحمر ده حبه وحبه، بحط معلقه سمنه كده، مش زبده، سمنه. والحله دي زي ما هي كده هنغطيها. وقال لك ايه يا عم المغازي؟ اطلع على الرز لما يستوي، اهو. يلا على الرز بتاعنا ما يستوي على نار هاديه، ونصيحه مني اوعى توطي النار يا ست الكل على الرز غير لما تشوفيه قدامك بيغلي او ميته بدات تنشف، ميته بدات تقل، ده مهم جدا على فكره. ايه اللي هيحصل لو انا وطيت النار على رز من غير ما يغلي؟ الدنيا هتقوم، للامانه. ايه اللي هيحصل؟ كالاتي: رقم واحد، الرز هيتكسر منك. رقم اتنين، الرز هيعجن منك. رقم تلاتة، الرز مش هيستوي، هيبقى حبة وحبة بس ني، مش زي اللي أنا عامله. فالتلات حاجات دولت هتلاقيهم في رز أنت وطيت النار عليه قبل ما يغلي، هتلاقي الحواف بتاعة الحلة الرز مش مستوي. ولكن مهم جدا، المية غليت بتاعة الرز وشفت الحلة قدامك ميتها بدأت تنشف، بتقلبيه تقليبة حلوة وتحط معلقة السمنة اللي الشيف المغازي اتعلمها من أمه، وبعدين بنغطي الحلة ونسيبها على النار لغاية لما نشوف السفرة بتاعتنا الجميلة، طاجن سجق تاني. بيقولوا لي في الكنترول عايزين نشوف مقادير طاجن السجق اللي بيتكلم مصري. نص كيلو سجق من عند الجزار بعد دعوه حلوه، بنجيب بطاطس حلوه بنقطعها كرهات مكعبات، تتحمر البطاطس في قلب الزيت تاخد اللون البراون الجميل، بنكون مجهزين الخلطه بتاعه السجق والتركايه، اضافه الماء المغلي للسجق بعد تقطيعه عشان نحافظ على شكله قدام حضراتكم. معانا مخرج شاطر بيقول لي يا شيف مغازي وريني كده السجق ده اتقطع ولا لا. بالله عليك انا هقول عليا اطلعها من الطاسه وانت تجيبها على الكرين. معانا اساتذتنا المصورين الحبايب، اهو بالشوكه، اهو الله، ده لا تمرزه طالع معاه بطاطسايه، الجمال، شفت الحلاوه؟ هي دي، اهو تخيل دي راحه كده على بقك الف انا وشيف، بطاطسايه وسجيايه صغيره، اهي اهي، حلوه قوي، تمام زي الفل. هنقفلها كده، الرز جاهز، يلا نشوف الرز بتاعنا. اللهم صل على النبي، شويه رز حكايه. الرز ده عايز شوية سلطة بلدي. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شوف السمنة ساحت الأول ولا لا؟ إيه الأخبار؟ فين السمنة؟
جبال يا مصر كده السمنه فين؟ تاهت مع الرز. قلب الله مفلفل طبعا. بص 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 في الرز عجن. لا الف هنا وشيف. والقرن الفلفل ده هو اللي عجبني على فكره، ده اللي ايه خضني. في قلب الحله. اللهم صل على النبي. بتخلي ده هنا كده على جنب، انا احطه هنا كده، نغرف الرز ده كده. الله شويه رز زي ما قالت الست المصريه والام المصريه بحب، طعم السمنه البلدي فيه والحبهان والورق اللورو. وانا واثق انك انت بتعمليه احسن مني. هتقولي لي فين لون الحبه الثانيه؟ انت مش معاكي المخرج ولا معاكي الاستاذ الرحاب، وقتنا خلص. فانا للامانه والله العظيم انا ما برضه اخبي اي حاجه. انا لو كان عليا استنى لما الحبايه تتحمر شويه، ولكن عشان وقتنا انا حطيت الرز الثاني قبل تحمير الرز. وده على الوش. حلقتنا النهارده ببساطه سهوله مرونه، قدرنا نعمل طاجن السجق بالبطاطس بيتكلم مصري، شوربه البصل الفرنسيه مع ان هي الجنسيه والاصل مطبخ فرنسي، ولكن هي واخده الطعم المصري لانها معموله ببصل من ارض طيبه. ما تنسوش شويه الرز الحلوين اللي بيتكلموا، وبيوجهوا تحيه كبيره للريف المصري والصعيد المصري اللي علمنا اصول المطبخ المصري. رؤية فن ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.